حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الذي خصصناه لمباراة الرأس الأخضر ليبيا هناك في برايا على أرضية الملعب الوطني، والنتيجة ليبيا تفوز على الرأس الأخضر بهدف نظيف. وهذه صور الكلب الذي اقتحم المباراة والذي أنقذ المنتخب الرأس الأخضر من هدف أول كان سيكون مطلع الدقيقة 88، لكن مهارة وروعة محمد منير بتمريرة لفؤاد أتريك الذي أسكنها الشباك يخرج فرسان المتوسط بثلاث نقاط من هذه المجموعة، لكنها في النهاية